استنطاق عائشة عياش يكشف الهوية الحقيقية لحمزة مومبيبي. شاهد التفاصيل. مرحبا بكم. بعد تحقيقات حيثية قامت بها الفرقة الوطنية تكشف أخيرا ملامح الشبح الذي يقف خلف قمر القيادية الرقمية لحساب حمزة مومبيبي المتخصص في التشهير بمشاهير الفن والحقوقيين ونجوم السوشيال ميديا. وقالت مصادر مطلعة للأيام 24 أن استنطاق عائشة عياش من قبل محقق الفرقة الوطنية دفعها للكشف عن محرك الحساب الوهمي. وقالت عياش للمحققين أن السيمو بالبشير هو حمزة مومبيبي، وأنها ظلت على علاقة به وفي اتصال معه حتى بعد تفجر القضية واستدعاء دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام للاستنطاق. وكانت الفرقة الوطنية بناء على عدة شكايات تقدم بها العشرات من ضحايا حساب عصابة حمزة مومبيبي قد قامت بتحقيقات شملت جميع المتورطين ممن ذكر اسمهم بالتحقيقات، حيث أظهرت هذه الأخيرة بعد الاستماع للمشتبه فيهم أن الإعلامي السيمو بالبشير المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية هو حمزة مومبيبي. والمعلوم أن المسمى سيمو بالبشير قد ظهر سابقا في عدة خرجات إعلامية وغيرها، وهو يتحدث عن حساب حمزة مومبيبي إضافة إلى ظهوره بجانب العديد من المشتبه فيهم في الملف، ومن بينهم دنيا بطمة المتابعة في حالة صراح بتهمتي المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر. وجدير بالذكر أن القضية التي تعتبر من قضايا الجيل الجديد من الجرائم الإلكترونية تفجرت قبل أشهر بعد شكاية تقدم بها محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في مراكش. عزيزي مشاهد قناة أنوار بوست، لا تنسى إبداء رأيك في التعليقات فنحن نقرأها جميعا. مع السلامة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.